استاذ واهلا بك في برنامجنا. حياكم الله. بالبدايه طبعا نرحب بكم وتحياتنا للفلوجه قناه وناسا، تحياتنا لهم. وبنفس الوقت احنا نهني انفسنا وشعبنا العراقي جميعا، وبالخصوص الاخوه المسيحيين بالعراق وبجميع انحاء العالم. وان شاء الله اعياد ميلاد مجيده وسعيده ويعم الخير والسلام للبشريه جمعاء، ومن ضمنها احنا يعني. وان شاء الله يا ربي السنه القادمه سنه خير ومحبه وسنه اعمار ان شاء الله وبناء. وتحيه مره اخرى لقناتكم الجميله لتغطيه هذا الموضوع المهم جدا. ونقول لاخوتنا المسيحيين انتم الاصل، هذا بلدكم واحنا يعني اخوتكم بكل شيء. احنا نتمنى بسنه 2024 يكون الكم والنوع الفني زائد. والله 24. الحقيقه هنالك زخم كبير جدا ان شاء الله هاي العام يعني من الاعمال الدراميه الجميله العراقيه يعني. وكل القنوات الفضائيه راح تساهم مساهمه كبيره بدا الموسم ان شاء الله رمضاني. واعتقد هاي السنه راح يصير اكثر كم، والكم بالتاكيد راح يخلق النوع يعني نوع من يعني من الاعمال الكوميديه والجاده والرصينه. وكذلك الكم من ناحيه الفنانين يعني اكو عندنا فنانين عراقيين صار سنوات معطلين ما مشتغلين يعني ما اتيحت لهم الفرصه. اعتقد هذه السنه يعني اغلب الفنانين العراقيين، اقصد الفنانين العراقيين يعني كممثل وكمؤلف وكمخرج وكمصور، راح ينزل هذا الموسم ان شاء الله يعني. استاذ رايك بالمخرجين الجدد يعني هذا الجيل الجاي يشتغل بعقليه مو كلاسيكيه بنمط حتى كتابه سيناريو مختلفه، رايك فيه؟ واذا تعاملت فاعطيني رايك بتجربه معينه. والله الحقيقه هذا دائما صراع الاجيال يعني. احنا من اجى جيلنا قبل 20 سنه واكثر ايضا واجهنا يعني انه جيل قبلنا ننظر له بالكلاسيكيه وننظر له بانه عمله يعني يحتاج الى تطور، وفعلا احنا جايين بثوره شباب يعني وقدرنا نساهم بما نستطيعه. الان حقيقه شباب متطورين جدا، تقنيه اسرع احدث يعني، كاميرات حديثه، اجهزه حديثه، افكار جميله جدا. حقيقه ما يحضرني الان الاسم بس تعاملت ويا اكثر من شاب ومن ضمنهم خريجين الكليات والمعاهد يعني لاطروحاتهم. اشتغلت يا ماني كممثل، حقيقه شفت عندهم لمسات جميله جدا يعني، وانظر الى مستقبل كبير جدا بالفن العراقي من خلال هؤلاء الشباب يعني. لو حاليا التقيت في دوله رئيس وزراء، ما الذي تطلب منه فيما يخص الفنان العراقي؟ والله هو الفنان العراقي يحتاج الى الكثير حقيقه، يحتاج الى قوانين للرعايه الصحيه، يحتاج الى متابعه، يحتاج الى فرض وهو الاهم يعني برايي الشخصي. احنا الان استاذ قاسم يدري عندنا اكثر من 60 فضائيه عراقيه بما فيهم فضائياتكم الجميله المحترمه يعني، وانا احد متابعيه حقيقه. لو انا بيدي القرار او اطلب من سيد رئيس الوزراء او من الجهات المختصه ان تفرض على كافه الفضائيات العراقيه ان يكون فد نسبه 80% مما تقدمه هي اعمال عراقيه. يعني ماذا نعمل بالعمل التركي والسوري؟ مع احترامي لكل الاعمال يعني 80% تقدم، فلذلك تضطر الدراما يعني تشتغل، تضطر الفضائيه تسوي برامج عراقيه. وهذا رساله نوجهها من خلال حديثنا الى هيئه الاعلام والاتصالات، هي المعنيه بهذا الموضوع، هي المعنيه. نعم استاذ، مو بس هاي لحظه مقاطعه عن حديثك العام. حياك الله استاذنا. طبعا تحياتي لكم وتحياتي للكادر وتحياتي لمشاهديكم ايضا. يعني اكو فقرات استاذ يعني مثل ما تقول رساله توجهها، هو الفن عباره عن رساله استاذ، المسرح والتمثيل وكل. انا يعني اقول حراماتك وحتى الاعمال المسرحيه استاذ انحرموا يعني المشاهد ما جاء يعني. كانت اكو ايام مثلا محدده مثلا خميس وجمعه يستمتع بيها، واوقات معينه مثلا تعرض لا بالتلفزيون، اقصد بالشاشه التلفزيون يعني بالفضائيه. اي هاي انفقدت استاذ، هاي انفقدت. يا ريت مثلا الفضائيات مثلا تحضر الاعمال المسرحيه الهادفه نقول احنا، وتصورها وتصورها يعني وتعرضها مثلا ايام محدده شلون يعني قناتكم الموقره زين يعني. هاي اهم يكون شيء مجدول. نعم اكيد مجدول. اكيد اي طبعا. زين خليني اسالك سؤال، تفضل. يعني الاعلام والفن اكو ميكس بيناتهم مزيج بيناتهم؟ والله استاذ بالنسبه للاعلام والفن انا اقول في مصب واحد. نعم. يعني اي ف يعني احنا هسه انا حاليا فنان مسرحي صح، وجاي اقدم برامج يعني ماكو يعني اليوم الاساتذه لازمين عارفين عايفين مسرح وجايين ومقدم برامج اذاعي ايضا مو بس هاي اي. فقلت لك انا الفن او الاعلام يعني رساله استاذ، ويجب ان على الاعلام والفنان ان يقدم رساله بالصوره الصحيحه.
يعني اكو بعض الاعلاميين مع احتراماتي لحضرتك ومع احتراماتي لهم من يقدم فد شيء صار له يوقف مثلا ورا فد شيء يعني خرابه مثلا او خرب نقول احنا او شيء يعني يظهر معالم بغداد ليش ما اظهر يعني. معالم بغداد اني معالم المحافظات الجميله مثلا خو انا اظهر هاي شغلات مو كلها سلبيه مثلا اطلع صح لو لا عندنا هوايه جماليات احنا بالعراق يعني ان شاء الله ما بس مثل ما قلت اكو هذا المكس الجميل بين الاعلام وبين الفن يعني هذا اي موجود اكو تداخل جميل وخصوصا ترى الممثل يعني الممثل من الممكن ان يقدم برنامج جدا يعني مثلك هو بيمثل مال المقدم يعني ما دام يتعامل مع الشاشه ومع المسرح ومع هذا فتكون عنده خبره كبيره ومتراكمه من خلال دراسته ومن خلال ما يقدمه بالمسرح والتلفزيون وكذا ممكن جدا يقدم برنامج. شنو رسالتك لاخوتنا المسيح؟ والله رسالتي اتمنى لهم الموفقيه وان شاء الله يا ربي السعاده والصحه واهم شيء العافيه نقول لهم الله يسلمك شكرا جزيلا لك لا بالعكس شكرا جزيلا تحياتنا مره اخرى لقناتكم شكرا جزيلا ممنون.